السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير صحة والعافية والكرم. بتسلم عليك يا الخير يا الكرم، منورين ومشرفين على قناة سوفيس تي في. فيديو النهاردة هيكون مختلف عن أي فيديو. النهاردة الفيديو ده هيكون عبارة عن مرحلة جديدة أنا كنت كلمتكم عليها في الشانل، أنا دايما بحب أطور فيها، دايما احب انزل حاجه جديده. حلقه النهارده هتكون عن انبوكسنج، بس الانبوكسنج بتاع النهارده هيكون مختلف. ليه بقى؟ لان زي ما قلت لكم انا بحضر لحاجه جديده جدا في القناه، فالنهارده الانبوكسنج هيكون عن جهاز. الجهاز ده مش عارف اذا كنتوا قادرين تشوفوا ولا لا، بس طبعا هيكون صعب ان انتوا تشوفوا شويه. الجهاز ده زي ما انتوا شايفين هو عباره عن اتش دي تي في ادابتر لموبايل سامسونج. فايده الجهاز ده هو ان هو بيقدر يسجل الالعاب من على الموبايل بنفس الكواليتي اللي هي مثلا سواء مثلا فول اتش دي او 720p من غير ما او فول اتش دي 60fps. فطبعا الجهاز ده لاست جينيريشن، خلينا الاول نعمل له انبوكسنج ونشوف الاول الجهاز ده فايدته ايه. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنستخدم السكينه بتاعتنا المعروفه، طبعا فتحه احنا عارفينها، وانا كنت عملت فيديو قبل كده هسيب لكم اعلان دلوقتي هيظهر لكم ازاي تستخدم السكينه لو عندك سكينه باترفلاي وحابب تستخدمها. خلينا اول نعمل انبوكسنج ونفتح الجهاز بسلاسه. واو، سكينه حاميه جدا بصراحه. ده الكونتنت بتاع الجهاز نفسه، بس عشان مش عايزين حاجه تقع وكل حاجه تبقى على قدك. اوبا، شوف كل حاجه تقع، بس ما علينا مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين دلوقتي عباره عن دي ورقه زي الكتالوج، بتقرا الكتالوج بتاعها هو ده. اوكي، وفي عندكم الجهاز ذات نفسه. الجهاز الاولاني طبعا خلينا نشوف الموبايل بتاعنا فين. انا بستخدم سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج زي ما شايفين دلوقتي. فمفروض ان احنا هنحط واحده هنا اهو. المفروض احنا عندنا الناحية التانية هو عبارة عن بورت HDMI. ماشي، انا دلوقتي عشان عاوز اسجل الحكاية تبقى بكل بساطة ان انا اول شاشة ثانية خليني بس اشيل النوتيفيكيشن عشان اي اسامي ما تبانش. ماشي، لو نعتبر ان انا دلوقتي دي شاشة الموبايل بتاعتي زي ما انتم شايفين، انا دلوقتي هروح مسجل دلوقتي، هوصل الكابل HDMI. انا عندي الجاتو جيم كابتشر علشان اسجل عن طريق الكمبيوتر. خلينا اعمل الحكايه دي وارجع لكم تاني عشان اوريكم الكواليتي اللي بيسجل بيها الموبايل، وفعلا اذا كان هل يستحق انك تشتريه او لا علشان تعمل عليه جيم ريفيو او حتى تعمل عليه جيم بلاي من عن طريق الموبايل. ورجعنا لكم تاني بعد ما ركبنا، بس المشكله حصلت حاجه ضايقتني جدا جدا جدا، ان متخيلين السامسونج جالاكسي اس 7 ايدج الجديد اللي هو لاست جينيريشن، اخر حاجه المفروض نزلناها في الماركت بتاعت شركه سامسونج، ما فيهوش تكنولوجي حاجه اسمها ام اتش ال. التكنولوجي بتاعت الام اتش ال ما بتسمحش ان هي تنقل الصوره عن طريق الكابل بتاع الاتش دي ام اي، واللي قدر ينقله هو سامسونج جالاكسي نوت 4. طبعا نوت 4 ونوت 5 اي موبايل بيكون او كل النوتات او في حتى كمان ممكن يكون ال جي، بس لازم يكون الموبايل يكون فيه تكنولوجي اسمها ام اتش ال. لازم تتاكد من الحكايه دي كويس جدا قبل ما تشتري الكابل ده، الكيبل قصدي لك الكابل ده. اوكي، ما علينا دلوقتي، خلينا انا هوريكم الحكايه ماشيه ازاي. اولا انت تقدر زي ما شايفين انا دلوقتي ده المفروض هو الكيبل، هو عباره عن الجزء ده اللي بيتوصل على الموبايل من تحت مكان الشاحن، والناحيه الثانيه بيبقى في عندك فتحه تقدر تدخل فيها الكابل اتش دي ام اي، وبعد كده في عندك وصله ثانيه عباره عن شاحن عشان الموبايل يبقى بيشحن وبينقل داتا في نفس الوقت. اوكي، بس خلينا اشرح لكم حاجه بسيطه جدا. طبعا انتم مش شايفين الموبايل عامل ازاي، بس انا هصور لكم عن طريق الموبايل بتاعي حالا دلوقتي. كيبل متوصل وانا موصله على التلفزيون. اوكي، الحركه فلويد خالص وبيصور فول اتش دي 60 اف بي اس في الثانيه. طبعا انتم عارفين التكنولوجي دي، بحيث ان انت لما تيجي تصور اي صوره او اي حاجه تطلع معاك بسهوله. كل على جوجل قصدي يوتيوب، ونفتح اي فيديو، نكتب مثلا اللي هو في عندنا تريلر هنا اهو، ونحطه كده اهو بالزاويه. ثانيه واحده. اوكي، زي ما انتم شايفين دلوقتي ان الصوت والصوره منقولين. الكيبل ده بيقدر ان هو ينقل الصوره في ثواني، مفيش اي ليتنسي، يعتبر ان هو بينقل الصوره في نفس الوقت. تكنولوجيا جامده جدا جدا. وطبعا اللي هيقول لي يا صبري عشان اجي اسجل ازاي، انا عن نفسي زي ما قلت لكم انا بستخدم الجاتو جيم كابتشر. ثانيه اعمل لكم زوم عليه، هو ده الجاتو جيم كابتشر.
المفروض يجاله جيم كابتشر في منه كذا نوع. انا النوع اللي عندي هو HD60 برو. زي عبارة عن كارت كده هو بيدخل في الكمبيوتر من جوه. انت ممكن تقدر تشتري كذا جهاز انت عايزه. ممكن تقدر تشتري مثلا اللي هو HD60 العادي او HD60S او في عندك موديلات كتيرة جدا. بس انا مختار الموديل ده علشان يبقى جوه كيسة وما يبقاش فيه حاجات كتيرة جدا بره. قالوا ما علينا. انت طبعا عشان بتيجي تسجل بتستخدم برنامج اللي هو الجاتو جيم كابتشر من هنا اهو. بس كده اهو بدوس عليه هيفتح لك مفروض شاشه تانية بحيث ان انت تقدر تسجل وتتفرج وتشوف الموبايل في نفس الوقت. خلينا بقى ندخل في صلب الموضوع ونشوف ان انت الكابل ده تقدر يعني يستحق انك تشتريه ولا لا. انا حابب اقول لك على حاجه بسيطه جدا. انت لو القناه بتاعتك كبيره او القناه بتعتمد على الكواليتي ان كواليتي الصوره تبقى كويسه. انا عايز اقول لك على حاجه. الكواليتي بتاعه الفيديو اللي طالع منه بصراحه 10/10 فول اتش دي 60 اف بي اس. كمان ما بنسحبش من البروسيسور بتاع الجهاز علشان كده اللعبه ما بتقطعش وانت بتلعب. ادي حاجه. الحاجه الثانيه لو انت طبعا لو بادجت ومحتاج ان انت تقضي نفسك باي حاجه في برامج كتيره بتقدر تسجل الشاشه. بس كل ده خلي بالك بتسحب من البروسيسور بتاع الجهاز وكارت الشاشه بتاع الموبايل اقصد يعني. فلما تيجي بتصور بشكل عام هتلاقي اللعبه فيها زي ليتنسي او ممكن يكون فيها تقطيع. مش هتبقى طالعه فلويد اكنك زي ما بتصور بالكيبل ده. طبعا الكيبل ده بروفيشنال زي ما قلت لكم ب 39 يورو. هسيب لكم اللينك بتاعه في الفيديو ديسكريبشن. اتمنى يكون الفيديو ريفيو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم دايما على خير.